السلام عليكم. إذا هنا نشوف جزء من الكورنيش اللي راهي قيد الأشغال على مستوى، وهنا نشوف المرحاض مرة أخرى، نلاحظ المرحاض العمومي في وليدي جل والله بادرة خير كبيرة، راني نلاحظها في وليدي جل مع استعمال المراحل العمومية. هنا نلاحظ انه جزء من الكورنيش الجديد، نعاود ندور من الجهة المقابلة على الشمس نكمل الرحلة. اذا هنا نلاحظ اشغال اللي راهي جارية اللي تهيئت الطريق الساحلي على مستوى مدينة العوانة. شوف هنايا الورشة نتاع إنشاء حديقة عمومية هنايا، هو شيء يعني جميل جدا. الحديقة هذه على مسطحات متدرجة. إذن هنا شوف الفوق، الفوق كاين الطريق الساحلي اللي يدي للبجاية على مستوى العمارات الفوق، هنا الطريق الساحلي، وهنا هنا على المرشى نتاع الحديقة العمومية الجديدة في العوانة، وهنا نروح للطريق الساحلي الجديد الذي تم إنشاؤه هذه السنة. إذن هذا هو الطريق رانا فيه، نديرو كله 100% سوف نصوره إلى نهايته باش نشوف الحجم نتاع المشروع هذا، باش نعرف الحجم ديالو، وكذلك ممكن نكتشف أشياء أخرى. إذن هذا هو الطريق. لازم البقايا تاع الاشغال ما يخليوهاش، ما يخليوش السمات والارلق، لا زال هذيك الطريقه تاع الاشغال لا فينيسيون. وهنا عندنا دوش عمومي او مرحاض عمومي، وهنا كما قلنا الميناء الجديد نتاع العوانه، ميناء الصيد الجديد. نروح نشوف الميناء تاع المرفأ تاع المويشات، جميل جدا شفته من الفوق. نروح نصوره. هنا عندنا اذا المرفأ، عندنا الشاطئ في العوانة، وهنا شوفوا تصميم تاع الشاطئ العوانة وجزيرة العوانة هي. إذن هذا هو تصميم جميل جدا، وهذا الزواق هذا ما كان من المفروض يخلوه أبيض ولا إسمنت. إذن هذا هو شاطئ العوانة، وهذا مرفأ واللي ويظهر أن الشاطئ هذا جميل جدا وفيه كل يعني المقومات تاع الراحة. أترككم في رعاية الله وحفظه، والسلام عليكم.